أصدرت روسيا تحذيرات السفر توصي فيها مواطنيها بإعادة النظر قبل السفر للخارج، موضحة أنهم يواجهون خطر الاعتقال من دول أخرى بطلب أمريكي ويجري بعدها تسليمهم للولايات المتحدة. وقد أضاف البيان أن الولايات المتحدة ضالعة في احتجاز أكثر من 10 مواطنين روس في دول أجنبية منذ بداية عام 2017، هذا فيما امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعقيب.